في قصة عرس قانا الجليل اللي انفرد بها القديس يوحنا في إصحاح 2، العلاقة المثالية بين أم وابنها. أمنا العذراء عارفة سر المسيح، محدش عارف سر غيرها. هي مدركة من ساعة ما رئيس الملائكة قال لها المولود منك قدوس ابن الله، فهي مدركة وعارفة أن له رسالة وأن رسالته ستنتهي بالصليب لأن يجوز في نفسك سيف، وهو اللي المفروض يختار إعلان مجده أو إعلان رسالته بالمعجزات. لما لقت الناس تعبانة في عرس قانا الجليل وعندهم مشكلة راحت ميلت عليه، ليس لهم خمر. وهنا أمنا العذراء مثال للأمومة الرائعة، إنها مش بتقول لابنها بالأمر اعمل كده، لا هي بتقول له في موضوع في مشكلة وانت شوف تعمل ايه. كمان ربنا يسوع له كل المجد كابن بار، يعني قال لها ما كنتش مرتب للساعة دي، كأنه يعني هو طبعا بسابق علمه عارف انه هيعمل كده، لكن عاوز يورينا قد ايه كرامة امه ودلتها. فقال لها ايه لم تأتي ساعتي بعد، لكن قام وكلم الخدام وعمل المعجزة. هنا يبان قد ايه التربية الجميلة تخلي الابن عامل خطر كبير قوي لمامته ومستعد يرضيها حتى لو ما كانش ده خطته. في نفس الوقت الام المثالية اللي مش بتفرض على عيالها بالامر يعملوا ايه، انما بتقول لهم الاحتياج وهم يشوفوا يعملوا ايه. طبعا امنا العذراء فاهمة ان ده ربنا له كل المجد، لكن انا باخدها من زاوية تربوية. يا ترى كلام بين الاباء والامهات والاولاد مستوى الحوار شكله ايه؟ الطلبات بتيجي ازاي؟ الدالة مكانة الخضوع قد ايه الابن بيخضع بسهولة وبفرح لوالديه عشان يفرحه.